قدميه تلمع يتلحق بالهجوم. انه مليء بالتأثم.
استعدي، سأرسل هيفاستس إليك. كيف اختبأ يا هيفاستس؟ أعتقد المشيد جرى الترجع إلى الوقت المنشأ. فعلتها، أعد هيفاستس إلى النواة. احرصي على أن يبقى داخلها، سأعود. ثم نبدأ الدمج. بفضلك يا بيتا، يسرني مجيئك. وأنت يا فارل، كنا سنعجز عن فعل هذا لولاك. وأنت أيضاً يا إيلوي. من الأفضل أن أملأ جرابي عندما أستطيع. النواة مستقرة، تم احتواء هيفاستس كليا. إذن فلنبدأ الدمج. استعداد غايا، فلتبدأ الربط. تم. للدمج لنتخلص من رمز هيفاستس البرمجي. أهلاً ومرحباً أيتها النسخة. كلفتنا كثيراً من الوقت. إريك، أحضر بيتها واسحق تلك الحشرة أثناء ذلك. في خلفي. هيا، كفك عبثا. إن استمتع صحيح. أخيراً. تيلدا، جهزي غايا وهيفاستس للنقل. تيلدا، فشلت. صح، لم نخسر كل شيء. تيلدا، ما الذي تفعلينه؟ أوقفها. لا أستطيع رؤيتها حتى.
بيتا، فارل، أين أنا؟ لقد استيقظت. تعرضت لضربة حينما هاجمك جيرارد. أظنك لا تزالين تشعرين بألم شديد. اطمئني، نحن في أمان، لن يرصدنا أحد هنا. تقصدين الزينث الآخرين؟ لابد أنك تلدا. لم أكن متأكدة من أن بيتا أخبرتك عني. أين هي؟ حية، ورغم أنها ليست حيثما تريد فهي ليست في خطر. علينا مناقشة كيفية استرجاعها بالطبع بعد أن تستعيد صحتك. حينما تستعدين انزلي نحو القاعة وقابليني. أما حاليا فسأعد الفطور. فطور؟ حسنا. ما هذا؟ بعض اللوحات المفضلة لدي، أنقذتها وخزنتها هنا قبل خروجي من العالم. ألقي نظرة إذا أردت. أتشوق لسماع انطباعاتك. صديقي قد مات. بيتا وغايا رحلتا وتريدين أن أنظر للوحات قديمة؟ لا تتسبب. انتهيت سريعا. لدي أشياء أهم أقلق بشأنها. كلتانا نحاول إنقاذ الكثير. ها أنت، تحسنتي؟ كيف عثرت علينا في المرجل؟ وماذا فعلت بالجميع قبل أن يغشى علي؟ إلى العمل، فهمتك. حسناً، يكفي أن أقول إننا كنا نراقب عن كثب. هيفاستوس، علمنا أننا سنحتاجه. حيلتك لم تنفع. أما بخصوص حيلتي الصغيرة، كانت مجموعة من الحواس ومعها تفريغ من الطاقة. جيرارد وإيريك تعرضا لتشويش مؤقت بدرعيهما، لكنه أغشاك بينما أغرشتك. ربما الفطور سيحسن حالتك. كان منزلك، أعدت بناءه لبيتا في قناة البيانات. يا لملاحظتك من هنا. بعد كل شيء فعله شعبك، تظنين أنني سأجلس وأدردش معك؟ ليس شعبي، ولم يكونوا، وخاصة الآن. انطلقت نحو الفضاء معهم وعشت هناك لألف عام قبل أن تعودوا. لما تنقلبين الآن عليهم؟ ببساطة هذا. مصلاتي القديم، أصلحته؟ إذن قد رأيت أشياء مذهلة. ماذا أنجزته خلال عقدين من حياتك؟ عشت لألف عام ولم أقترب من هذا. أعتذر إن اخترقت خصوصيتك، لكنه هام. لكي أفهم الأمر،
لأعرف وأتنور. أنت بكل صدق نسخة إليزابيت. اندفاعها ومسؤوليتها، نزاهتها، مشاهدة كل هذا أشعرتني بالخجل. كل ما أريده هو مساعدتك، حتى لو يعني ردع أصدقائك. خاصة ذلك. رجاء اجلسي. هنا، هذا أفضل. والآن يجب علينا استرجاع بيتا وغايا مهما حدث. تعرفين أن جيرارد ينوي استعمال غايا ليشغل محيط الأرض، ليعدل هذا العالم وفقاً لمواصفات تناسبنا نحن الخالدين. هذا سوف يقتل كل كائن حي، يسميها بداية نظيفة. ليس إن ردعته أولاً، ليس إن فعلنا. وبرحيله هو والآخرين سوف نعمل معاً على حلم إليزابيت. قامت بيتا بإخبارك بنسخة قاعدة بيانات أبولو على سفينتنا، مجموعة كاملة من المعرفة البشرية. بفضل هذا مع غايا سنفعل ما أرادته إليزابيت. المحيط الحيوي، تثقيف سكان هذا العالم والارتقاء، العالم الذي تخيلته. لن نستبق الأحداث. مما رأيته أصدقاؤك منيعون. أتمنى ألا تسميهم أصدقائي، وهم ليسوا منيعين. وجد أحد أصدقائك طريقة لهزيمتهم. سايلنس. أوه، لقد كان مشغولاً. كون جيشاً قوياً بما يكفي لسحق قاعدة جيرارد الثمينة. ريغالا ومتمردوها تستعد لتحرك نهائي نحو عاصمة تيناكث. حينما تنتصر ستكون القبيلة تحت سيطرتها. مئات الروبوتات لتدفع بها نحو القاعدة، لكنها خدعت. كلهم سيهلكون. هذا كاف لاختراق دفاعات جيرارد ليقتله سايلنس وقتل الآخرين بالسلاح الجديد الذي طوره. أجل، لقد استطاع تخطي دروعنا. رجل مميز بحق، خطط لكل شيء. أعدايا أنا وأنت. بينما جيشه يحطم أبواب قاعدة جيرارد، سنتسلل عبر طريق خلفي. أنا فقط من أعرفه. بينما سايلنس وأصدقائي منشغلون بقتال بعضهم، سنسترجع بيتا وغايا. قلت أريد المساعدة وأعنيها. إذن عرفتي إليزابيت، كيف كانت؟ ليز كانت كل شيء كان بها أراه فيك. إبداعك وإصرارك وبوصلتك، الأخلاقيات. استطعت استخلاص أعظم خصالها لنفسك. أنا لا أسأل عني، حدثيني عن إليزابيت، كيف كانت حقاً؟ الإجابة الصريحة هي أنني حقاً لا أدري. دائماً ما كانت تخفي جزءاً من نفسها. حقاً كان الأمر كذلك منذ أن التقينا. كيف تعرفين خطة سايلنس؟ مهارة التجسس ليست حكراً عليه. اخترقتي مسلاطه؟ لا، إنه حريص جداً، لكن أتباعه ليسوا مثله. أعطى أجهزة مسلاط إلى قبيلتين أسماهم أبناء بروميثيوس، من يعملون مع ريغالا. باستغلال أجهزة المسلاط عرفت بأمر علاقاته. نشر تقنية التجاوز والتسليح للمتمردين في تيناكث، والاتفاقية مع ريغالا لمهاجمة قاعدة جيرارد. لكن كيف وصل إلى سلاح يقضي على دروعكم؟
هذا يستعصي علي فهمه، لكن أياً كانت الطريقة متأكدة من نجاحها. يبدو النصر حليفه بامتلاكه السلاح والجيش، لكن للأسف سيخيب أمله. بيتا أخبرتني بدمار مستعمرتكم، ومجيئكم للأرض كان الخيار الوحيد. حقيقي، بعد أن وصلنا إلى كوكب في نظام نجم الشعر اليمانية، قضينا عقوداً نبني بيتاً. كانت عوائق الأرض المادية وحدود الفناء انتهت. كان يمكننا إنجاز الكثير هناك. كانت مدينة فاضلة. بدلاً من ذلك أصابنا الركود وغرقنا في تجارب الواقع الافتراضي. تطلب الأمر كارثة تخرجنا أخيراً من غيبوبتنا. ماذا حدث؟ حدث جيولوجي ضخم. عرفنا بحالة عدم الاستقرار في النواة، لكننا استهنا بها. بمرور الوقت كان الانهيار يحدق بنا. قلة منا وصلوا إلى السفينة. حددنا المسار إلى الأرض، المرفأ الآمن الوحيد المتبقي. فقررتم جعله غير آمن للبقية. لست أنا، جيران. يؤمن أن تنظيف اللوحة أفضل من العمل عليها ملطخة. لا قبائل بدائية ولا روبوتات قتال، فقط لوحة فارغة كي يرسم ما يشاء. لكننا سنوقفه. ما علينا فعله الوصول إلى القاعدة. مسلوتي القديم، كيف وجدته؟ ناهيك عن إصلاحه. حينما واجهناك بمعمل اختبار حادث، جيرارد اعتبرك نسخة مكررة، لكنك كنت حقاً ملهمة. بعد هروبك الدرامي، أحسنت بالمناسبة. اعتقد جيرارد وإيريك أنك ميتة وأوقفا البحث، لكني لم أظن. بينما كانوا منشغلين، عدت إلى المعمل وبحثت عن أي أثر لك، ووجدت هذا الكنز الصغير. لم يكن إصلاحه سهلاً، لكنه استحق. بينما شاهدت حياتك تسير، لقد كنت كالألوان على ورقة مهترئة. ما كانت عليه ليز؟ هل أريته للآخرين؟ بالطبع لا، إن أفعالك كانت ما ألهمتني لأتحداهم. جدير بالذكر أنه إن لم أجده وشاهدت محتوياته، لما تمكنت من إنقاذك من الموت. سأكون ممتنة إن أردت. في البداية فارل، والآن هيكارو والتيناك. خطتك هي القضاء على قبيلة بأكملها. لابد من حل آخر. نحن في وضع ميؤوس منه، لكنني أؤكد لك ليس هناك طريقة أخرى. تذكري الفجر الجديد وتضحية إليزابيث. فعل الكثيرين الموت لأجل نهوض عالم جديد. إن رأيته مستحيلاً تعمقي. مهلاً، قناة البيانات لا تزال موجودة، صحيح؟ أريدك أن تفتحيها لأتحدث مع بيتا. مستحيل، فقد يتم رصدنا. يستحق المخاطرة. هناك طريق آخر ستنجو منه التيناكس. لن ننجو إن اكتشفنا. لو ستساعدين افتحيها.
ماذا يفعلون بها؟ عزل الواقع الافتراضي. الدمج اليدوي لهيفاستوس سيستغرق ساعات من الإدارة التفصيلية الشاقة. إن رفضت العمل، يجرون محاكاة لإدراج مشاعر الوحدة واليأس. بيتا، أتسمعينني؟ أنت حية. يراقبونني. لن أستمر في هذا العرض لوقت طويل. كان عليك قتلي. لا، لا، اسمعيني. آتيت من أجلك، أعدك، اتفقنا؟ أريدك أن تتمسكي لوقت أطول وتعملي على الدمج. عندها سينتهي الأمر. سأتصل بك ثانية. ستتماسكين؟ طالما أعرف أنك أتيت لأجلي، سأتحمل كل شيء. حسناً، فعلت كما طلبت. عليك الآن إخباري بخطتك. سوف أبعد جيش سايلنس. لا أحتاجه. أحتاج فقط السلاح لاختراق الدروع. وكيف ستصلين إليه؟ ستطلبين منه؟ بدون ريغالا ليس أمامه خيار. سنكون خياره الوحيد. خياره لماذا؟ بما أخبرتها؟ هذا بيني أنا وأختي. نحن خيار سايلنس لتدمير القاعدة، وسأخبرك البقية. لكن أولاً يجب علي فعل شيئين. أوه، وما هما؟ أضع صديقي في مثواه، ثم أستخدم التجاوز الذي أعطتني إياه بيتا لأضع حداً لتمرد ريغالا من الجو. مهلاً. بإصرارك على القيام بالأمور على طريقتك، فأنا أعرف شيئاً سيساعدك في إبهار أتينان. لدى عمالقة حورس خلايا طاقة كهرومغناطيسية كجزء من ترسانتها. أسقطي إحداها على جيش ريغالا وسيحظون بمفاجأة. هيا، افعلي ما يجب. سآتي إلى قاعدتك إن أقنعت سايلنس بالمفاوضات. عندما أقنعه. إيرند، أنت هنا؟ إيلوي، هذه أنت حقاً؟ أجل، إنها أنا. أين الجميع؟ جميعنا عدنا إلى القاعدة. ماذا حدث؟ سأشرح لك عندما أقابلك. سأفعل حين أستطيع. حسناً، سأنتظر هنا. سعيد بسماع صوتك. معلوماتك، أنا الآن متصلة بشبكة مصلاتك. عظيم. أفراد الزينث لا يسمعوننا؟ بالطبع لا، لا يعرفون شيئاً عن قاعدتك أيضاً. أرسلت لك بيانات عن حورس تستخدمينها ضد قوات ريغالا. اتصلي بي حين تريدين واحدة. مفهوم. Thank you.
عندما تصابون عليكم رد الضرب أريق الدماء. مهلا، ألا يمكنني أن أنعي صديقي للحظة؟ رجال ستذبح قبيلتي للإتاحة بهيكارو، والزينث لديهم بيتا وغايا. لا وقت لدينا لأن نستسلم للحزن. قتال محق، يجب القتال. حسنا، ماذا سنفعلها؟ نقضي على كل متمردي رجالة؟ ناهيك عن ذكر زينث، ما الذي نفعله؟ هل نلقى في قاعدتهم؟ شيء كهذا. زو، بعد فقدنا الاتصال تجمعنا وعدنا للجوزاء. ماذا حدث؟ تسجيل فارل انقطع عند ظهور زينث إيريك. أفراد زينث تعقبوا هيفاستس عندما حصرته غايا في الجوزاء، حددوا مكاننا بعد محاولة فارل إيقافهم. أخذوا بيتا وغايا. نجوت لأن فردا من زينث انقلب على البقية لإنقاذي. فردا منهم؟ حسنا، نحن لم نخسرك أيضا، إذا ماذا سنفعل؟ سنهزم أفراد زينث ونستعيد بيتا وغايا، لكن أولا سنوقف ريغالا. كيف؟ في الجوزاء بيتا أعطتني هدية، هناك ما علي فعله لتعمل، لكن قد تضع حدا لبحر الدماء. ريغالا تعد جيشها لهجوم كامل على البستان، علي أن أكون هناك. أعرف، اذهب وقف جانب هيكارو وراقب السماء. اضربي كالعشرة. بقيتكم أيا كان ما تحتاجونه من ترقيات أو إمدادات جهزوها، لن يطول الأمر حتى نقاتل الزينث. سنستعد يا إيلوي، حين تستعدين قابليني عند المخرج للتحدث على انفراد. حتى في أحلك الظروف تكونين الشعلة التي تضيء الطريق. أخبريني شيئاً واحداً، هل سأتمكن من ضرب أوغادي زينث؟ سنفعلها. جيد،